يقول: إذا أراد الإنسان أن يجمع الظهر مع العصر وهو مسافر ثم انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر، هل إذا توضأ يعيد الظهر ليجمع معها العصر؟ لا، الوضوء ما يأثر على الجمع، يتوضأ ويصلي العصر ويكون هذا جمعا صحيحا، لأن الوضوء بين الصلاتين المجموعتين لا يبطل الجمع. نعم، جزاكم الله. الوضوء الخفيف، الوضوء الخفيف. نعم.